تطاويل في إطار مشروع تمكين المرأة الريفية بولاية تطاويل. المشروع هذا يتمثل في دعم 8 مجامع نسائية ودعم 50 امرأة لبعض 50 مشروع بقيمة 10,000 دينار لكل مشروع تقدم في شكل وسائل إنتاج. واليوم احنا في مرحلة تدريب للمجامع النسائية 8 هذوما. اليوم ان شاء الله نختتموا 4 دورات ان شاء الله من خلال المشاريع هذوما، باش نحاولوا نعاودوا ندخلوا المجامع هذوما في الشبكة الإنتاجية بالجهة. المرأة الريفية مستحقة انها اليوم تخرج وتقتحم السوق، تشارك كيفها كيف اطراف المجتمع الكل. المرأة اليوم الريفية خطرها مهمشة، المرأة الريفية ما زالت مالوريزمون ما دخلتش في المجتمع، وهذا بسبب لي مويان. وعندناش المشاريع في تطاويل، ناقصين مشاريع، ناقصين الدورات التكوينية كما هذه، ناقصين تقنيات الاتصال والتواصل، كيفاش نسهلوا الاتصال بين بعضنا داخليا وخارجيا بالطبيعة باش ينجح باش تنجح الخدمة، وباش نعرفوا بالمنتوج متاعنا، وباش نسوقوا المنتوج زادا كيف كيف عبر تقنيات الاتصال والتواصل. كنا مشاركين معناها في العمل الميداني، سواء في اختيار معناها النسوة في الانتفاع بالمشاريع وغيرها معناها من الإعانات اللي ممكن تاخذها من المرأة، الأرمل للمرأة، أرامل من النسوة. في الدورة هذه الواقع كنا معنا مشاركين في الدورة منذ الدورة الأولى هي التصرف المالي والاقتصادي، وبعد ذلك الدورة الثانية هي في التشاركية، وأخيرا معنا في الدورة الأخيرة هذه أنا في توزيع الجوائز اليوم.